احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا عندنا 11 محافظة في جمهورية مصر العربية تم اعلانهم محافظات خالية من المناطق غير الامنة، بالاضافة الى محافظة الفيوم وشمال سيناء اللي ما كانش الخريطة القومية رصدت فيهم اي من المناطق غير الامنة. فاحنا دلوقتي اجمالي 13 محافظة من ال 27 خالية، وان شاء الله بنهاية العام الحالي هيكون كامل جمهورية مصر العربية خالية من المناطق غير الامنة. انا بس عايز هنا اشير لنقطة هامة فخامة الرئيس نوه اليها، احنا بنتكلم على مناطق الخطورة الداهمة، انما في المناطق غير المخططة. احنا عندنا 152 الف فدان من المعمور المصري مناطق غير مخططة. التكلفة اللي محطوطة قدام حضراتكم 318 مليار دي فقط علشان رفع كفاءة البنية الاساسية، مش تحويلها الى بيئة عمرانية مناسبة. القرارات اللي فخامة الرئيس اشار اليها ان احنا فعلا تعاملنا معاها بنوع من الـ يعني لا تسمى غير التراخي بعض الشيء في التعامل والتصدي لهذه المشكلة، سبب اعباء شديدة جدا على الدولة. ويمكن احنا كنا في الاسبوع الماضي مع دولة رئيس الوزراء في محافظة الجيزة بنتفقد بعض المحاور فخامة الرئيس اللي بنشقها في مدينة في جوه الجيزة عشان نفك التجدسات العمرانية. حجم التكلفة اللي الدولة بتحطها على نفسها عشان نواجه مشكلة واحدة ألا وهي مشكلة سيولة الحركة المرورية بتضع المليارات. ال 318 مفهومش أبدا فتح محاور الحركة والعمل على تسهيل الحركة المرورية. ففعلا وجود انضباط في العمران هام جدا، وزي ما احنا شفنا القاهرة بتستحوذ على 29% من المشكلة، وفي المناطق غير المخططة هي برضو القاهرة بتستحوذ على الحجم الأكبر من هذه المشكلة. احنا طبعا شغالين برضو على ملف آخر ألا هو الأسواق العشوائية وجاري تطويرها، ولكن الملفين دول مستمرين معانا. هدفنا الرئيسي زي ما فخامة الرئيس وجه، احنا مش عايزين بقى هذه المناطق تنمو وتكبر عن كده، عايزين نحجم هذه المشكلة، نتعامل معها ونقضي عليها، ولكن لا نزيد من هذه المشكلة ونضع من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية اللي تحد أو تمنع في المستقبل عدم ظهور مثل هذه المناطق. لو خلينا مع حضراتكم نروح كده في جولة في ال 25 محافظة اللي احنا شغالين فيهم، قد يكون مشروع موضوعات الافتتاحات اللي احنا بنعملها بتتكلم على اسكندرية والقاهرة وبعض مشروعات تطوير المناطق غير الامنة الكبيرة، ولكن خلينا نشوف احنا شغالين فين على مستوى الجمهورية. احنا طبعا من 2014 ل 2020 قضينا على اشتغلنا على 296 منطقة في 25 محافظة، عملنا 177 ألف وحدة سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه. انا برضو عايز